أيضا هاتفيا ينضم إلينا دكتور سعيد حسنين استشاري التخطيط العمراني. مرحب بحضرتك دكتور سعيد. أهلا بك. تأكيد التخطيط العمراني بنتحدث عن رؤية مصر في إعادة هيكلة المناطق غير المخططة، بالتأكيد هي مناطق كثيرة بتنتشر في محافظات مختلفة، وفكرة تغيير الوجه الحضاري لهذه المناطق يعني بينعكس على المواطن بشكل خاص بالتأكيد من خلال توفير عدد من المشاريع وتوفير فرص عمل. كيف ترى هذه الجهود؟ اولا انا لما اجي اتكلم عن موضوع الاسكان لازم اقسمه لجزئين. في اسكان جديد وده يمكن كلنا شايفينه في المدن الجديده هي انتشرت في ربوع الدوله، وتقريبا يمكن بتساوي ضعفين الكتل العمرانيه اللي كانت موجوده. وطبعا ده اسكان زي ما تفضل الاستاذ الدكتور اللي كان بيتكلم قبل مني ان في انتشار للاسكان والجميع المستويات اللي بتبقى موجودة في داخل مصر دي المواطن المصري، بل بالعكس كمان دلوقتي ممكن يكون في بعض العرب يقدروا ان هم مثلا يملكوا بعض الوحدات او ان هم يقدروا يسكنوا المناطق، خاصة المناطق الجديدة التي يعتبر جو متميز ومناخ متميز في هذا الموضوع. رقم اثنين اللي هو الاسكان القائم، وده في الحقيقة احنا كان عندنا مشكلة ضخمة جدا فيه. طبعا تبنت الدولة مشروعات قومية للتعامل مع هذه المناطق القديمة بأكثر من طريقة. الطريقة الأولى هي عملية التجديد الحضري، واللي دي بتتم في مناطق بعينها حوالي 357 منطقة خطرة، مصنفين لأربع مناطق منها خطر على الحياة، خطر على الصحة، مفتقدة بعض الخدمات، أو إنها غير مستقرة الحيازة. فبالتالي كل اللي قامت به الدولة عشان خاطر تقدر انها تتعامل مع ملف المناطق الغير امنة والخطرة، واللي كانت سبب جسيم جدا في انهاء حياة بعض الافراد زي مثلا ما حصل في صخرة الدويقة. الدولة انتهت تقريبا من هذا الملف، ويمكن في سنة 22 ونهاية 21 اعلنت تماما ان هي تخلصت من هذه المناطق، وبدأ يظهر اسكان من نوع جديد اللي هو الناتج من هذه المناطق، زي مثلا تل العقارب اللي تحولت لبقت لروضة السيدة، سور مجرى العيون اللي كان طبعا يعني كانت منطقة موبوءة وكانت فيها العديد من المشاكل، سواء المشاكل العمرانية أو حتى المشاكل الاجتماعية اللي تبقى موجودة، ومنها ارتفاع معدلات الإجرام. فبالتالي أصبح في نموذج جديد بيبقى موجود ومتوافق مع الطابع اللي موجود مع هذه المنطقة اللي موجودة عندنا. النهاردة نقدر نقول ان في تجديد حصل في هذه المناطق بشكل حضاري وحضري، ويتوافق مع العمران التاريخي الهام اللي هو موجود لينا في هذا الامر. طيب. يتبقى لينا قلب العواصم وبعض المناطق اللي موجوده واللي كانت تقريبا بتمثل ثلث العمران او اكثر شويه من يعتبر زي مناطق عشوائيه ولابد من التعامل معها، وده فعلا في خطه قوميه للتخلص من هذه المناطق بالكامل في سنة 2030. وبالفعل بدأ العديد من المناطق يبدأ يظهر فيها زي شق محاور، توفير مجموعة من المرافق اللي بتبقى موجودة، محاولة يعني التجميل قلب العاصمة في أغلب محافظات الجمهورية وبالذات في المدن الهامة، بنتكلم على بنها، بنتكلم عن شبرا الخيمة، بنتكلم على سوهاج، بنتكلم على العديد من المدن اللي موجودة سواء إذا كان في الدلتا أو في الوادي اللي موجود عندنا. يمكن هناك توجه من الدولة المصرية في هذا الملف تحديدا دكتور سعيد، وهو أنه الدولة لا تكتفي فقط بتحسين الوجه الحضاري للمساكن القائمة بالفعل أو المتهلكة وغير صالحة للسكن أو لا تليق بالمواطن المصري. هناك اتجاه أيضا إلى التوسع في الرقعة السكانية أو البعد إلى حد ما عن المناطق المتكدسة في المحافظات والخروج خارج حدود المحافظة وبناء مشروعات جديدة. هذا التوجه كيف ترى؟ احنا عندنا في بعض المحافظات تكاد تفتقر الى المناطق الصالحة للامتداد، زي مثلا محافظة الغربية، دي منطقة كلها زراعية، التكتلات اللي موجودة فيها احيانا بيبقى في بيحصل تعديات على الاراضي الزراعية، فكان لابد من عمل خطة متكاملة على مستوى اقليم الدلتا. وفي بعض المحافظات سمحت ان ممكن يكون موجود الامتدادات اللي هي على اراضي صحراوية او اراضي غير زراعية، زي ما حصل مثلا في المنصورة الجديدة، زي ما حصل في العالمين، زي ما حصل في كافة ربوع الدولة المصرية و27 محافظة بتوعهم. في عندنا بعض محافظات أضيف ليها مؤخرا بعض مدن جديدة، زي مثلا عبور 2 لما أضيفت ليه
محافظه القليوبيه، وبدا يكون في موجود العديد من المناطق السكنيه الجديده اللي ممكن يقطنها السكان وينتقلوا ليها بدل من تعدي عمليه الاراضي الزراعيه. جميع الاسكان اللي بيبنى في الوقت الحالي هو اسكان متوافق صحيا مع حياه المواطن. الخطوره اللي عليه اصبحت تقريبا منعدمه وغير موجوده. كمان اللي هو الامتداد كله بيكون على المناطق الصحراويه بعيدا عن المناطق الغير زراعيه، ودي طبعا شيء يعتبر مكسب للدوله المصريه خاصه مع توجهها في التوسع في الاراضي الزراعيه زي مثلا مشروع المليون ونص فدان، وطبعا ده هيكون فيه برضو بعض التكتلات العمرانيه للقرى وبعض المدن زي مثلا سينكس الجديده اللي هي ممكن تخدم هذه الفكرة في التوسع الحضاري على الصحراء وسواء في الزراعة أو في المباني الأفراد. دكتور سعيد، يمكن أيضا من ضمن خطة الدولة ليس فقط تحسين السكن الذي يقيم فيه عدد كبير جدا من المواطنين، ولكن أيضا تحسين الوجه الحضاري للعاصمة، وهي القاهرة طبعا أقدم عواصم العالم، وتحويلها إلى متحف مفتوح طبعا نظرا لما تحمله هذه العاصمة من أهمية ومن نستطيع أن نقول آثار وأماكن أثرية عمرها مئات السنوات، وحدائق الفسطاط وغيرها، وطبعا أكيد تجديد وإعادة تأهيل المساجد في منطقة مصر القديمة زي عمرو عبد العاص وغيرها. كيف ترى هذه الجهود ومردود هذه الجهود يعني سياحيا على يعني طبعا على مصر؟ خلينا نتكلم على قلب القاهرة، ومش بس فقط قلب القاهرة، أنا يمكن هحب أتحدث ثاني عن اللي هو قلب العواصم المحافظات المختلفة. لكن بالنسبة للقاهرة هي ليها بعد تاريخي خاص، وكمان ليها بعد أثري، ولها قيمة قيمة جدا، لأنها فيها مناطق تراثية عديدة بتبدأ بالقاهرة التاريخية، ثم بعض مناطق في مصر القديمة، وكمان بنوصل للمعادي، وكمان أخيرا أضافوا ليها بعض المدن الجديدة زي مصر الجديدة مثلا اللي هي موجودة في شرق القاهرة. إذا إحنا عندنا في عاصمة لا يمكن الاستغناء عنها ثقافيا ولا حضاريا، وبالتالي بالعكس ده أنا أهتم بيها بحيث إن أنا أمثل عامل جذب للسكان بشكل كبير. طبعا كان تردي العمران اللي كان حصل في الفترة الأخيرة وانهيار العديد من المساجد والعديد من المباني الأثرية والتراثية اللي موجودة مثلا في قاهرة الخديوية وما شابه، كان لابد من الدولة أنها تتدخل في هذا الموضوع عشان الحفاظ على البعد الحضاري، وكمان تدي فرصة أو تدي مساحة للآثار اللي ممكن يراها السياح بشكل جيد وجميل. عشان كده كان التدخل في عمل منطقة حضارية كاملة، منها مناطق خضراء كبيرة جدا زي حديقة الفسطاط، منها مناطق يتم تجميلها بشكل كبير، منها مناطق يتم الحفاظ عليها زي أراضي الحفريات واللي هي الفسطاط القديمة. طبعا كل الكلام ده كان لابد ليه من بعض مناطق يتم هدمها زي مثلا بطن البقرة وعزة أحد العزب اللي موجودة، وتحولت هذه المناطق إلى مناطق سكنية عالية المستوى، فبالتالي يقدر كمان يقطنها المواطنين في منطقة بدل ما كانت مقلب للقمامة، وكانت للأسف كانت منطقة موبوءة وتسبب العديد من التلوث سواء لهذه المنطقة أو حتى اللي حواليها. ترد العمران اللي كان حصل في القاهرة عولك تماما في بعض المناطق اللي موجودة، وطبعا في استمرار للدولة أنها تكمل بحيث أنها تحافظ على القاهرة، قاهرة عاصمة ثقافية حضارية تكون جاذبة للسكان، مع الأخذ في الاعتبار أن هيبقى فيها برضو لها علاقة قوية جدا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وده طبعا شامل مجموعة الطرق اللي هي رابطة ما بينهم من بعض على أساس أنها تحافظ على السكان في المناطق القديمة لو حب أن هم يستقروا، وكمان يقدر أن هم يقولوا بالأعمال بتاعتهم أو يشوفوا المصالح بتاعتهم في العاصمة الإدارية الجديدة. يمكن محتاجة رد من حضرتك على بعض الألسنة اللي بتقول أنه إحنا بنصرف على الإسكان كتير، طب هيعود علينا بإيه كل ده والطرق والحاجات دي كلها؟ بالتأكيد اقتصاديا واجتماعيا وكتير من الفوائد بتعود على المواطن بشكل خاص، منها طبعا بيوفر له فرص عمل، حياة كريمة، تعليم جيد، يعني كثير من المميزات تعود على المواطن المصري لو يعني نبذة عن هذه الفوائد تعود على المواطن بيستفيد من هذه المشروعات. طبعا تدخل الدولة في ملف الإسكان بالذات ده كان ليه مردود عالي جدا بالنسبة للمواطن البسيط اللي هو المواطن اللي هو الدخل بتاعه بيكون أقل. النهاردة في تم توفير حوالي مثلا 240 ألف وحدة، أغلب من أخذوا هذا الموضوع هم الشباب، والشباب اللي دخلهم أقل من المتوسط.
طبعا اللي بيعترض على هذا الامر في الحقيقه يعني طبعا يعني انا شخصيا مش عارف ليه. يعني دايما احنا بنقول ان هو المشكله كانت عندنا يمكن بتبقى اقتصاديه شويه، يعني في بعض الوفرات كان لابد انها تتوفر ولازم نحاول نخلي المواطن يعيش بعيشه كريمه، وبالتالي كان لابد ان الدوله انها تدفع بكل قدراتها عشان هذا الملف اللي هو المأوى. يعني انا النهارده لو انا بعد ما كان المواطن في هذه المناطق لما بينهار المنزل بتاعه بنعيشه في خيمه او حتى لا او بنعوضه باموال تكاد تكون ضعيفه جدا ومنعدمه جدا، فبالتالي كان بيحصل ازمه لهذا المواطن واسرته وكان يمكن حياته تتحول كليا. النهارده لما انا اجي الاقي حي زي حي الاسمرات اللي هو اتعمل واهالينا اللي بتتم وكانت مناطق عشوائيه، ويعني وممكن اذكر لك وجهه العنب في اسكندريه والعديد من المناطق في بورسعيد والقليوبيه زي مثلا عيشه البكري، بنلاقي ان كم من المناطق تم تجديدها وتم تحويل حياه المواطن في هذه المناطق الى مناطق جديده صالحه للسكن بها خدمات متكامله، فبالتالي ايه الاعتراض على ايه؟ انا يعني ده بس اللي انا مستغرب له جدا يعني. يمكن لو حد يعترض فقط بس على النواحي الاقتصاديه ان احنا محتاجين ليها تحسين ومحتاجين ان احنا نعمل وفرات ثانيه عشان نقدر ندعم الاسكان ونقدر نعمل هذا الموضوع. ده غير كمان ان الدوله عملت حاجة تخص الإسكان لكن احنا بنسميها بنية أساسية للإسكان وبيساعدنا فيها القطاع الخاص، زي مثلا المدن اللي هي الخاصة بكل أنواعها واللي هي لها شهرة مش محلية فقط ممكن تكون عالمية، لكن اللي بدأ هذا الأمر هو توفير المجموعة من المرافق لهذه المناطق رفقت بشكل عام، وبعدين تدخل بقى اللي هم القطاع الخاص بشكل كبير ويساعد ان هو ينمي هذه المناطق. إذا منظومة الإسكان هي منظومة كبيرة جدا وضخمة جدا، احنا بنتعامل مع تقريبا دلوقتي يمكن اكثر من 500,000 وحدة في السنة. وده على فكرة ده ارقام مهولة، يعني لو جيت حضرتك مثلا قلنا ان تكاليف الوحدة فقط لو بنتكلم على مستوى اجتماعي من 250 ل 400,000 جنيه للوحدة الواحدة، وبتنزلها الدولة بدون ثمن الاراضي للمواطن، الكلام ده ما بيحصلش في اي دولة من دول العالم. ده ما بيحصلش في حتى الدول الغنيه نفسها لما بتيجي تعمل هذا الموضوع بتحمل على ميزانيتها وكاهل ميزانيتها مجهود كبير جدا لدرجه انها ساعات بتقول لا انا ما اقدرش. النهارده لما نيجي نشوف التمليك اللي تم في دوله مصر احنا بنلاقيه بيصل لتقريبا حوالي 40%، في حين انك انت مثلا لما تشوفي بعض الدول الاوروبيه لو زاد عن 10% ده يبقى كويس قوي، واغلب هو يعني حاجه الاسكان بتتم عن طريق التاجير والتعامل ما بين مالك ومستاجر. لكن في الحقيقه احنا عندنا هنا تم توفير عناصر جيده لمواطن كان بيحتاج هذا الامر بشكل كبير، وسبنا الفرصه للقطاع الخاص ان هو يقدر يوفر وحدات اخرى للمستوى المتوسط والمستوى فوق المتوسط مع مساهمه الدوله في بعض الامور، نظرا لان برضه ممكن الدوله تدعم هذا الامر وتدفعها ارخص شويه من القطاع الخاص في بعض الامور. صحيح. أشكرك شكرا جزيلا دكتور سعيد حسنين استشاري التخطيط العمراني.